السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. سوى ما ادري ايش اللي فيها ثلاث ايام مش قلتها فيها صوت. المهم نتكلم معاكم الحين عن اعلان ابل ان تكنسل او طلعت جوني آيف. اللي ما يعرفه هو رئيس تصميم عند ابل من عقود، يعني من زمان على وقت ستيف جوبز، وهو الشخص اللي صمم أجهزة أبل كلها. فلو تلاحظون أجهزة أبل كلها من الكمبيوترات، الآيبود، الآيباد، الآيفون، جميع أجهزة أبل وهو المصمم. ومن الآي أو إس 6 تقريبا هو صار برضو مصمم للسوفتوير، شكل السوفتوير حق الآي أو إس. ف يعني مسك كل شيء، مسك الآي أو إس، مسك أجهزة أبل. يعني لو تشوفون أجهزة أبل مثل ما قلت لكم كلها مصمم واحد وهو جوني آيف. بداية السنة 2019 أعلنت أبل إنه راح يطلع وراح يصمم، يفتح شركة خاصة فيه لحق التصميم، وراح يطلع نهاية السنة. تقريبا قبل يومين أبل كنسلت اسمه وشالت صورته واسمه من رؤساء أبل، فخلاص كذا رسمي طلعوا من الشركة. راح يفتح شركة ثانية، وأبل تكلمت قالت إن أبل راح تشترك معاه، يعني تشتغل معاه حق تصميمات الأجهزة الجديدة. فنشوف قدام هل أبل تصاميمها راح تختلف وراح نحس ان طابع الشخص اللي صمم اجهزة ابل راح يختلف ولا لا. راح نشوف قدام معاكم. طبعا خلاص اذا فتح شركة الحالة خاص فيه ويصمم حق الاجهزة من كذا، يمكن شركات ثانية راح تاخذه برضو. ف يمكن في شركة ثانية راح تستعين فيه عشان يصمم لها اجهزتها. نشوف قدام. فالمهم انه جوني آيف وداعا، الحين ابل عندها شكل جديد الحين في التصاميم، او راح تشترك معه ما ندري. فبس هذا موضوع وحابب بس اكلمكم عنه، انه خلاص يعني رئيس تصميم اجهزة ابل طلع من الشركة الحين. فنشوف قدام ايش بيصير. بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، ولا تنسون من فضل دعاكم. السلام عليكم.